حياكم من جديد مشاهدينا وفقرة الأخبار منوعات. نشوف شو عندنا أخبار اليوم. في الخبر الأول، طباعة أو أطول جسر من الخرسانة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وتمكن علماء كلية الهندسة المعمارية بجامعة صينية من طباعة جسر من الخرسانة المسلحة بطابعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر هذا أطول جسر في العالم. صنع بهذه الطريقة، يبلغ طوله 26 متر وبعرض 3.6 متر، ووفقا للمصممين كانت كلفة طباعة الجسر ثلث تكلفة بنائه بالطريقة التقليدية، يعني أرخص. تخيلوا، يعني أرخص بكثير أنكم طباعة الجسر ب طابعة ثلاثية الأبعاد أرخص من طباعة من يعني بنائه بالطريقة التقليدية المعروفة للجسر بالخرسانة المسلحة. فعلا التقنية الجميلة، والصين دائما متصدرين بالأمور التقنية، بنشوفها دائما في أخبارنا اليومية. إلى أيضا خبر آخر، وسقوط طفلة وسط الدببة، رح نشوف إيش صار لها أيضا في الصين وفي حديقة حيوانات بالصين. ظل الزوار يحبسوا أنفاسهم بعد أن سقطت طفلة وسط دببة الباندا. تخيلوا كيف رح يكون الموقف. رح نشوف معانا الخبر. يا عمري شوفوا الطفلة وين، وشوفوا الثلاثة دببة ودببة الباندا اللي كانوا رايحين لها بالطريق، وفجأة طبعا ما حد يقدر ينزل لها، ففضلوا يساعدوها ويسحبوها في نفس الوقت، وقبل الحمد لله قبل ما يتمكنوا الدببة الثلاثة أنهم يوصلوا لها. يعني صراحة أنا ألوم أهل الطفلة وين كانوا عنها لما انطاحت، وأيضا ألوم حديقة الحيوانات اللي ما كانت مجهزة المكان المخصص لهذه الدببة بطريقة آمنة جدا للزوار وأيضا الأطفال. يعني كيف شايفين السور، واضح أن السور اللي يربط بين الزوار ودببة الباندا جدا قصير، يعني أي طفلة صغيرة وشجر، يعني أنا ماني شايفة سور، شايفة شجر، فبكل سهولة يقدروا الأطفال أنهم يتزحلقوا، أو مع الازدحام الموجود الكبير في هذا الفيديو يقدروا أنه على طول، أن سهل الموضوع جدا للأطفال أنهم يطيحوا وينزلوا لمكان الدببة بكل سهولة. فحافظوا على أولادكم وانتبهوا خصوصا من هذه الأماكن وحديقة الحيوانات. الحمد لله ما عندنا حديقة حيوانات هنا، افتكر كان عندنا قبل 10 سنين 15 سنة، لكن متأملين إن شاء الله في مزارع، عشان نقول أنه فعلا في مزارع فيها كثير من مختلف الحيوانات النادرة، ولكن يعني الحمد لله إنها آمنة جدا جدا، فحافظوا على أولادكم. إلى خبر آخر، خبر جدا جميل، لنهر قوس قزح أحد أجمل الأنهار في كولومبيا. من منكم زار هذا النهر، يعني اللي فيه نقدر نقول جميع الألوان الجميلة، ألوان قوس قزح، ويعتبر هذا النهر من أجمل الأنهار في العالم، أنه توجد في المياه العذبة الملونة وأيضا المتداخلة في تشكيلات عجيبة. يبلغ طول النهر حوالي 62 ميلا، وتنمو فيه مجموعة من النباتات المائية والأعشاب والمرجان، وما يؤدي إلى خلق مزيج من الألوان في النهر، وهو ما يغري السياح لزيارته. فعلا نهر يستحق الزيارة، شيء جدا جميل، وأول مرة أشوف نهر قوس قزح، فعلا مناظر جدا جميلة، ومياه عذبة في النهاية وفيها الكثير من الأعشاب النباتية وأيضا النباتات المائية والأعشاب والمرجان بنفس الوقت. هذا ينفع أتوقع لوكيشن تصوير جدا قوي، صح ولا لا يا عبد الرحيم؟ ينفع لوكيشن تصوير، تطلع صور فظيعة، صح؟ جدا جميله صراحه. توقعت تخيلت كذا المنظر كيف يكون في جلسات التصوير، يعني ممكن اسافر بس عشان اتصور وارجع لكم بنفس الوقت. الى ايضا المستمرين بالخيال والفن والابداع في خبرنا
الرابع والعلاقة المستمرة دائما. قرر فنان فرنسي استخدام خياله الواسع ابتكار لوحات فنية غريبة من نوعها وجديدة أيضا باستخدام الصور اللي تدمج بين شخصيات خيالية وشخصيات واقعية بنفس الوقت، زي احنا شايفين في الصور اللي قاعدين نشوفها، يعني قاعد يربط ويدمج بين الشخصيات الموجودة الخيالية الموجودة في أفلام الكرتون أو الموجودة أيضا في كثير من الأمور نشوفها ما تكون واقع وبين الواقع بطريقة جدا جميلة وابتكاري. خلينا نقول فعلا أن الخيال ليس له حد دائما، ودائما يكون الإبداع في اللوحات الفنية للفنانين والرسامين والمبتكرين أيضا في مختلف المجالات. هذه الصورة تفوز، لا هذه من جد الضحك. أنصحكم بمتابعة هذا الفنان لكل عشاق الفن والرسم، فعلا صور جدا جميلة وأول مرة نشوفها في حياتنا. طبعا كانت هذه معنا آخر أخبار اليوم، ولكن